السلام عليكم. طيب في هذا الدرس راح نعمل اللي هو زر التثبيت. طبعا زر التثبيت له مهمتين، المهمة الأولى وهي تثبيت التسجيل، والمهمة الثانية وهي تثبيت الحذف. طيب يعني هنعمل هنا اف، تمام؟ يعني هقول هنا اف اللي هي الانستول دوت جيت تكست، هات لي التكست دوت ايكوال، هل يساوي اللي هو مثلا تثبيت التسجيل؟ فبروح هنا وبنسخ تثبيت التسجيل، بس نيجي هان بجي هيك اقول مثلا تثبيت التسجيل، انسخ لي اياها وحط لي اياها هنا، تمام؟ اذا كان بتساوي تثبيت التسجيل اعمل لي انستول انسيرت، انا كنت عامل هاي الداله، يلس قول هنا ايش انستول ديليت، تمام. طيب حاجي هنا حمل انستول، اروح على انستول انسيرت. طيب ايش هاي الداله حتكون فيها؟ طيب كالتالي، اول شيء حنعمل افتح كونكشن، ايش بدي اسوي؟ كونكشن داتابيز دوت كونكت، افتح لي الاتصال. طب بعد ايش حتقول له؟ طيب هقول مثلا تاي كاتش، تمام، اقول هنا فاينلي، وهنا حقول له ايش؟ تاي، اقول هنا كون دوت دوت كلوز. طيب اجيت هنا، انا كيف ممكن اجي اعرف ان هو اختار هاي وهاي؟ طبعا حسب ايش؟ تسجيل الماده دي تشيك. طيب اجيت انا بدي اجي، يعني انا لازم امر على عمود او على صف، يعني ايش بلزمني؟ ايش فور لوب، يعني كده شفت كيف عشان تعمل تسجيل ماده تشوف ايش هو اختار، فانت لازم تمشي صف. فاقول هنا فور، فاقول هنا انتجر او ويساوي ويساوي زيرو. طب بعد كده هقول له رو ايش بيساوي؟ اقل، يعني الرو اقل من الجي تيبل دوت جيت رو كاونت، يعني هات لي عدد الاعمده، عدد الصفوف. طب بقول له رو، بعد كده بقول له رو بلس بلس، تمام. طيب بعد كده ايش هقول له؟ هقول له مثلا string، هنا اقول له string وstring، او بدل string بقول له اف، بقول له اف اللي هي الجي تيبل دوت جيت موديل، هات لي الموديل. طبعا من الموديل بتجيب لي دوت جيت فاليو. طيب جيت فاليو انت اي قيمه بدك تاخذ من اي خليه؟ طبعا هي مقسمه الجدول، هي عباره عن خلايا، مثلا في خليه رقمها 00 01 02 03 01 0 وهكذا، تمام. طيب فانا بقول له جيت فاليو، هات لي القيمه الموجوده في الصف الزيرو اللي هو هذا، والعمود الاول، العمود الزيرو عفوا، اللي هو ايش؟ التسجيل دوت، بقول له دوت ايكوال، هل يساوي لتو؟ تمام، اذا بيساوي لتو نفذ الاوامر هاي، اذا بشوش لتو خلاص نفذش حاجه، تمام. طيب اجيت لو ساوي لتو، طب اجيت لو ساوي تو، ممكن يكون هو مسجل سابقا، يعني كان تسجيل سابق يعني قديم، تمام. يعني هو لما سجل، يعني هو جاب له انه هذا مسجل الماده، فانا بدي اقول له كالتالي. اول شيء هعمل هنا ايش؟ كوماند كوم، بدي يساوي كونكشن دوت بريبيرد ستيتمنت، هقول له ايش؟ هقول له عندك سيلكت اول فروم، من وين؟ من اللي هو ريجستر ستودنت. طيب تمام، طب هقول له وير، اذا كان ايش الاي دي، نروح على الداتابيز هنا هتلاقي الاي دي اس، فبقول له اذا كان الاي دي اس بده يساوي ايش؟ طبعا انا من وين بدي اجيب قيمه اللي هي الاي دي؟ طبعا بكل بساطه بطلع فوق، بعرف متغير جلوبال، مثلا بسميه انتجر الفال. طيب هذا انتجر الفال، هو حيكون مش احنا سمينه هنا فال، فهذا بشيل هنا الفال في الريس، وبجي بشيل الانتجر فيها، تمام. يعني هذول الاثنين حيخزنوا في الجلوبال. طيب باجي هنا بقول له بقول له هنا ايش الفال. طيب هل هذا يكفي انه مثلا اعرف انه ايش سجل هو؟ طبعا لا، انا بلزمني كمان حاجات. طيب شو هذه الحاجات؟ مثلا اقول له كمان وير، نتاكد انه الماده هاي هو مسجلها ولا مش مسجلها، صاحب الطالب هذا مسجل هذه الماده ولا لا. طيب انا كيف ممكن اجيب اسم الماده؟ طيب انا ممكن اجيب رقم الماده، فانا بضيف مثلا عمود جديد هنا، مثلا دج عمود، وبروح على الكورس، بروح على الكورس بنسخ ايش الاي دي، بقول له التسميه، بقول بهذا الشكل، بقول له ضيف لي اياه على التسميه، بقول له اضافه، تمام. طيب طيب اجيت كمان، انا ممكن اضيف كمان عمود عشان يصير نفس الكورس، اللي هو ايش؟ اللي هو النيم دكتور، اللي هذول بيلزموني، تمام.
لو انا بديش اجيب مثلا استدعم الكونكشن اتصال مع جدول تاني، لا خلاص هم عمودين طبعا ما بيضروش، او يعني بيضروش اذا طلعوا موجودين. بقول له التسمية هان، وباجي بعمل هنا ايش، بقول له ادراج عمود، هنا ادراج عمود، بقول له هذه التسمية، بقول له هذا الشكل نيم دكتور، وباجي مثلا بقول له هنا الاي دي كورس تاعت هنا ايش، هذا مسجل السي، بقول له عندك السي هنا، هذا رقمها، بقول له عندك السي سجل لي اياها، وهات لي الدكتور تبعها تاع السي، بقول له عندك هنا بهذا الشكل، وباجي بقول له كده تمام. طيب باجي هنا مثلا بقول له الكورس، باجي على ال HTML، ال HTML مثلا هي، فباجي بختار هذا ورقمها بهذا الشكل وحطه هان، وباجي بقول له رقم المادة هذا هو، بقول بنسخه وبلصقه هنا، وبعد كده اعمل ايش، بعمل حفظ. طيب باجي هنا على الجافا بقول له ان وير اللي هو النيم، النيم كورس، فباجي بنسخ النيم كورس من هنا النيم كورس. طب بقول له كيف انا بجيب، كيف بدي اجيب انا الاسم، الاسم الماده، بقول له بدي اسوي سنكوتيشن دبل كوتيشن بلس بلس دبل كوتيشن سنكوتيشن. طب انا مش ممكن اجيبها من الجدول، فمش بقول له، بقول له عندك هنا string نيم نيم سي ويساوي. طيب انا كيف ممكن اجيب اسم، اسم الجدول، بقول له جي تيبل دوت جيت موديل دوت جيت فاليو ات الرول، هو اللي هو الحق اللي انا واقف عليه، واللي هو قديش قيمتها، مش واحد قيمتها اثنين تمام، لا مين للنيم، لانه عندك لو جيت هنا عندك زيرو هي واحد هي اثنين. طيب باجي هنا بقول له ايش، بقول له هنا ايش النيم سي. طيب انا كده ايش عملت اللي هو لمين، للكوماند. فهنا بده تراي كات، لا هنا بدوش تراي كاتش، هنا بده كاستنج، لا بعمل هنا ايش دوت تو سترينج بهذا الشكل بس. طيب باجي بعد بقول له كده، بقول له ار اس تي بده يساوي كوماند دوت اكزكيوت كويري، يعني هات لي النتائج اللي طلعت معك. طب بعد كده بقول له اف، اذا كانت ال rst.next يعني هو موجود، اذا هو موجود يعني هو مسجل سابقا، يعني مسجل في الجدول هذاك، ما تقول لي ايش انه هذا مش مسجل، فانا بحط هنا نفي عشان يسجل اللي مش مسجل تمام بس. طيب بعد كده ايش حقول له، اذا ما كانش موجود اعمل لي تسجيل. طب انا كيف ممكن اعمل تسجيل؟ طب بقول له command com dot ايش، او اللي هي عندك الكوماند الكوم، بده يساوي اللي هي الكونكشن دوت بريبير ستيتمنت، وش احكي له، محمد احكي له اللي هي عندك سلك، مش سلك، بقول له انسيرت انتو وين في الجدول اللي اسمه ريجستر ستودنت كورس. طب بقول له هنا ايش، تمام بقول له الفاليوز كالتالي تمام. طب اول قيمه هو ايش هياخذ، برجع افتح القاع هنا ايش، هياخذ الاي دي بكل بساطه، بقول له هنا ايش سنجل كوتيشن دبل كوتيشن بلس بلس دبل كوتيشن سنجل كوتيشن، بقول له هنا ايش فاصله، بقول له هنا ايش احط له الفال. طب بعد كده ايش هياخذ، باجي هنا بقول له بياخذ الاي دي كورس، فبقول له عندك هنا الاي دي كورس من اجيبه، هو موجود هنا رقم الماده. طب انا بنسخ هذا، شايفين هذا كده، بعمل كوبي وباجي بنسخه هنا، بقول هنا ايش الاي دي، الاي دي سي. طيب هو مو موجود، موجود في واحد. طيب لكن هي القيمة قديش، بقول له هنا انتجر دوت بارس انت، وبقول له حط لي هدول كلهم عشان احولهم لانتجر تمام. حتكون هنا كمان انتجر. طيب بعد كده ايش حقول له هنا، هقول له سنجل كوتيشن دبل كوتيشن، بقول له سنجل كوتيشن دبل كوتيشن بلس بلس دبل كوتيشن سنجل كوتيشن، بقول له هنا ايش، بس هنا حط هنا تسكيت الجوس، وهنا حط له بهذا الشكل، لا هيك تمام. فانا ايش حقول له، حقول له عندك الاي دي سي. طيب ايش بعد الاي دي سي، بقول له هنا ايش، عندك لك نيم، فبقول له النيم هي موجوده يعني، فبقول له عندك فاصله، حط هنا فاصله سنكوتيشن دبل كوتيشن بس بس دبل كوتيشن سنكوتيشن، بقول له هنا ايش نيم سي، بعد بقول له فاصلة سنجل كوتيشن دبل كوتيشن بس بلس دبل كوتيشن سنجل كوتيشن. طيب في عندنا هنا لا كله تمام، فالتزمناش هان. طيب
بعد كده قال لك نمسي، بعد النمسي في عندك هوز، فبقول له اه انت بدك الهوز؟ اه موجود. بقول بنسخ هذا، بعمل له تنزيل كده، بقول له ايش اللي بسميه هنا الهوا، وباجي بقول هنا اه هو من موجود 0 1 2 3، موجود في 3، فبقول هنا ايش 3، هات لي القيمة تاعتها الخلية هاي. فبقول عندك هنا هذا ايش نزلها تحت، فبقول له بهذا الشكل كده، فبقول له ايش بحط له الهواء. طيب بعد كده ايش حقول له هنا؟ بحقول له عندك هنا فاصلة سنجل كوتيشن دبل كوتيشن، بس بلاس دبل كوتيشن سنجل كوتيشن، وايش بعد كده ايش حقول له؟ بعد الهواء حياخد اسم الدكتور، فبقول له عندك سترينج، فبنسخ هاي، بقول له عندك نيم دكتور نيم دي، بقول له عندك هنا موجود في وين في 4، وبعد كده بقول له ايش مش عارف هو في مشكلة. طيب بلس بقول له عندك سن دبل كوتيشن سنجل كوتيشن، وباجي بسكر هاي، وباجي بعمل دبل كوتيشن، وباجي بسكر هاي، وباجي بحط فاصلة منقوطة. طبعا هاي مش موجودة هان، تمام. وباجي بقول له هنا ايش؟ هات لي النيم دكتور، يعني هاي عندك الفال والاي دي سي كورس والنيم كورس والهوا، بطلع عندك المارك 1 والمارك 2، فهي حيكون ديفولت 0 0. فاصلة بقول سنجل كوتيشن 0 سنجل كوتيشن، بقول له فاصلة سنجل كوتيشن 0 سنجل كوتيشن. اوكي بعد كده ايش بعمل له؟ بقول له كوماند دوت اكزكيوت، انه ما ادري ايش تسجيل. طيب بعدين خلصت كده، بروح بعد ما اطلع من الاف، بعد ما اطلع من الفور، فبقول له انا ايش مثلا اعمل لي جي اوبشن بين دوت شو مسج ديالوج، واقول له عنده نال، واقول مثلا هنا اقول تم تثبيت التسجيل. طيب باجي هنا بعمل تشغيل، نيجي هنا نشوف هاي كده تمام. نيجي نقول التسجيل مثلا نقول له 2018، تمام. طيب بعد كده ايش حقول له؟ مثلا سجل اللي هي البي اتش بي، اقول له تثبيت تسجيل، شكله في اكسبشن. طيب باجي هنا بقول له بس نجيب الاكسبشن هذا، هذا اشوف ايش في اكسبشن. خليني بس اراجع هنا، يمكن تلاقي انه في انا هنا طبعا ما فيش مشاكل. طيب لو من هنا ران تاني، نعمل تسجيل نقول 2018، ويجي نسجل ات بي اتش بي، بقول تثبيت تسجيل، في عندك اه الوير، في عندك طبعا غلط الوير، وين الوير؟ صح كلمة وير، وير اي اه في عندك اه انا كاتب لازم اكتب هنا اند، عفوا لازم يكون اكتب اند. تمام يعني هي الشرطين هذول لازم يتحققوا. لو جاءت عملان هنا هو لازم الاي دي والنيم كورس هذول يكونوا متحققين، يكونوا متحققين ان هو ايش مسجلهم. تسجيل مثلا اقول 2018، لو جيت اقول له هنا بي اتش بي واقول له تثبيت تسجيل، قال لي تم تثبيت التسجيل، تمام. طيب لو جيت اعمل الغاء وجيت اعمل تسجيل قلت لك 2018، هيقول لي انه البي اتش بي ما سجلهاش. طيب شو المشكلة؟ طيب لو جينا بس نسكر هاي وجيت هنا وافتح قاعدة بيانات الثاني، طيب زي ما شايفين انه رتب لي اياهم، يعني جاب لي ما رتب ليش اياهم بالترتيب، تمام. طيب فانا عشان اتفادى هاي المشكلة فبروح هنا وباجي بنقول مثلا بفتح قوسين وباجي بكتب الاسماء الاعمده ب ب ب ب يعني بالضبط، يعني هنا كنت مجهزهم اي دي اس، هنا اي دي اس، اي دي كورس، اي نيم كورس، هوا نيم دكتور والى اخره، تمام. فبتكتب زي كده. لو جيت تعمل هي انت مش انا كنت عشان اجرب كذا، فانت بتعمل زي ما انا عامل كده، بتاخد اسماء الاعمده وبتحطهم بجواز قبل كلمه الفاليو. ولو جيت تعمل تشغيل هنا
تمام، وجيت تعمل تسجيل 2018. طيب بس قبل كده خلينا نعمل الغاء، واجي اعمل هنا حذف، واجي اعمل هنا حفظ، كنت نقوله سيف، واجي بقوله تسجيل ل 2018. طيب باجي مثلا بقول له سجل له ايش بي اتش بي، وبقول له تثبيت التسجيل، فقال تم تثبيت التسجيل. طب حطيت الغاء وجيت كتبت 2018 كمان مره، هتلاقي انه محطوط لك تشيك. طبعا ممكن كمان اسجل مادتين، بقول تثبيت التسجيل، بقول تم تثبيت التسجيل، لو الغاء تسجيل 2018 هتلاقي انه مسجلين. لو سكرت كمان قاعده البيانات وجيت هنا وفتحتها، هتلاقي انه الامر كله تمام ومسجل 100%. تمام، هتلاقي هاي 2018 بي اتش بي وجافا وسي. تمام، طبعا انا كده هيك بني الدرس. ان شاء الله في الدرس القادم هناخد تثبيت الحذف، والسلام عليكم.